بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صياما مقبولا وإفطارا شهيا على مدار أيام شهر رمضان المبارك. يروي آية الله السيد حسين تستغيب قدسة روحه زكية عن أحد خطباء مدينة قم المقدسة، قال له: يوم من الأيام جاءني رجل وكان متعبا جدا جدا جدا، فقلت له: ما بالك؟ فقال: لقد ذهبت إلى المستشفى وأخبرني الطبيب بأن لدي فشل كلوي، وبعد الفشل الكلوي يجب دائما وأبدا أن أذهب لغسل الكلى. وقال لي الطبيب بأن سوف تستمر هذه القضية طوال حياتك. فكان الرجل منهار كما يقول هذا الخطيب لآية الله السيد حسين تستغيب، كان منهارا لا يستطيع أن يفكر أبدا ماذا سيفعل. فقال له الخطيب: ما عليك إلا أن تصلي على محمد وآل محمد 1000 مرة. كانت القضية يوم الأربعاء. قال له: صلي على محمد وآل محمد 1000 مرة، فإن ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر أهل البيت عليهم السلام شفاء من كل داء. وهذا ما ورد في الروايات، كما قال الإمام الصادق عليه السلام: ما اجتمع قوم يذكرون الله سبحانه وتعالى إلا بدل الله سبحانه وتعالى سيئاتهم إلى حسنات، وكذلك من ذكر الله سبحانه وتعالى في مجلس شافاه الله سبحانه وتعالى من كل علة. ومن أفضل الأذكار ومن أفضل المجالس عندما يذكر فيها محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. هذا الرجل المنهار نتيجة فشل الكلى عنده وبدأ يفكر بأن عليه غسل الكلى طوال عمره، بدأ من يوم الأربعاء يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد 1000 مرة، وزوجته قد أعانته على ذلك فكانت تصلي على محمد وآل محمد. مضى يوم الأربعاء ومضى يوم الخميس ومضى يوم الجمعة، صباح السبت ذهب إلى هذا الطبيب وقال له: أنا أرجو منك أن تعيد لي الفحوصات مرة أخرى. فأعاد الطبيب الفحوصات وقال له بأن الكلى رجعت تعمل ولا تحتاج إلى غسل الكلى بعد ذلك، كليتك أصبحت جيدة. هذا كله بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. برنامج صباحات العياء، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.